موضوع الفداء لم يكن صدفة بسبب خطية آدم أو خطية الإنسان، لكن موضوع الفداء كان في فكر الله الأزلي الأبدي. يقول الرسول بطرس: لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولد نس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. والكاتب إلى العبرانيين يقول: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، أي الرب يسوع المسيح، هو الإعلان النهائي، الإعلان الكامل. لا يوجد إعلان بعد مجيء الرب يسوع المسيح. فإذا الله كلم من خلال ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. طبعا منشوف هون الفكر الفداء من الأزل كان قبل تأسيس العالم، وأن الله اتحدث للأنبياء بنبوات بصور ورموز، وأخيرا كلمنا في الابن، وبعد ما تمم كل عملية الفداء جلس في يمين العظمة، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. فإذا كل فكر الفداء كان في فكر الله، في ملء الزمان أرسل يسوع المسيح لكي يقوم بعملية الفداء. وأيضا كما قال الرسول بولس: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تشتب باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. صلاتي إنه فعلا تكون فرح في هذه الدراسة، وتكون سبب بركة لحياتك، وأيضا تكون سبب خلاص إلك ولبيتك أيضا. بدعوكم إن تكونوا معي في هذه الرحلة اللي راح نروح إلى مواقع كتابية عديدة حتى ندرس تاريخية صلب وقيامة يسوع المسيح.